رجعنا لكم مود واو راح يكسر الدنيا. ام 4 وام 7 هذول البوتات اليوم ضدي. احنا بوتات؟ انتوا بوتات. يلا يلا شوف وانا الاسطوري. قبل لا اسمع قبل لا نبلش بالفيديو اريدكم تتوقعون منو راح طبعا انا لان ذولا ما راح يقدروني. يلا نشوف بلشنا. بابا احنا نحاول نفوز مو من هالمره ماشي. دباع يوم تلمس راح يلعب عادي. شنو دبل دبل رسول هذا راح الاول. تعال نزل انزل لي او راح يعالجون. لازم اعالجه لازم اعالجه هاي اهم حتى تاخذ كلها. طبعا هو راح يجينا مو داعي يسوي ناي جاز عموري بيه ترامبولين ابلع. والله الهدف من 30 دروالك مو من ابلع. وحش كم هيد كم هيد مومن لك غوتي. يلا انت رجع لي الكود فوت من ثاني. يلا وياي مومن عندكم مدام. وحش 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 قدامكم وحش وحش مومن وحش. ترى كوام سفن بالنص يا ام سفن قروزه مومن مدمج علي مال اربي علي مال علي مال. يلا مومن وياي يلا مومن طلقته بحرقه نزل ابلع حلوه وحش وحش يلا هو حيفوزنا هاي بالبدايه احنا هيك وبالنهايه طب مالك المزج مالك وحش 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 مومن وحش عويد عشان مومن طوره ايش عباس شنو بالغلط يا 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 يلا مو من هيل مو من مدمج دم طلق دم طلق يا 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 يعني انا عالجتك اشمر لي حارة ثورة ما عندي شنو يا نعم نعم مو من نعم شو تموت مع دمه اقول لك اكو علاج له هو لا تقدر تعالج عادي هو اكو علاج تبقى ابلع وحش دمج سنتي اخوتي ما موجوده طبعا وين مو مكاتل اربعه يلا ويلي فنش يلا فنش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله شلونك؟ الحمد لله. يلا شيت مومن هاك لا لا والله دفعه وين انمي انمي اشر لي جوا جوا يا ما بين الاسلحه تاخذ بيها. طبعا انا كلش خافي لا طبعا هذا نفر ما يموت ما في موت دقائق تعال مو تعال 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 لا تعالجوا شنو لازم عادي لا لا مو خوش لعب تاخذ كل شنو هالقد مناوبتو اي الحين مناوب يلا دخل هاي يا جماعه اول بصف بصف متت 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 ثاني متت لا مشط يلا يلا انزل انزل واحد اثنين ثلاثة وانا راح اموت بالحرقة مالتي اندمج اندمج وحش وحش قبولي على المسج على المسج بس مو من صدق يعني مو دي حق القومي كل مسج مالتك ما شافته تبع على على كل مسج مالتي وينكم هذا واحدنا اوي بس انت بحال كل مسج على كل مسج مودي اوي اللي صار عصبي ادري القتال منو انا قاتل نوبن نوبن يا كبو طلعوا له واحد واحد لا اثنين اثنين ما ينفع يلا دخلها مومن مومن دير بالك يبا نفسي يقول يا لا يما لا يا بي يبا مومن ضايق ايش ذي انا ضايق شوي سمعتي طلعوا لي النجي طبعا درع طار شباب سلم لي طبعا هذا تحدي بفلوس اه صدق مومن شد عيلك
بفلوس بس ما اقول لكم ايش قد. بالاخير اي ياتي 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 مو مدمج والله دمي ايه بدي ابلع مومن لا يبلع مودمان ابلع لك عبالي افترني كان مؤمن راح ياخذ الجائزه الكبرى اللي هي فلوس جربها وانا يا تمام يلا مؤمن مو مسلم لي سلم لي دقائق خلت فنش انا واجيك يعني مجاكر عدد كلات لو شنو ناخذ جاي المهم ليه ما نعرف شنو يا شباب شنو لا ما يصير واحد واحد ما لحق لازم جوك وين يم هاي اقسم بالله دمش هاي شنو راسك كاتني شوي دير بالك مو انزل لي وسلم لي يما احترقت والله يا عمي شو هالعب والله مو خوش لعب 14-5 شباب يما طالع مطيه تعال تعال فنش معي يما تكفى تكفى لا تفنش تكفى 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 مستهدف لي لو لا انا شنو طلعت لك روزه يا ولد اسابيع ماكو ما اعرف العب هي تظل تبطنش دمج ايش قد نشراني سكوبر وعاء علم سفن بعمل صعد يو 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 شاجور 40 طلقة طلق سين بهم لا 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 سبحان الله شفت الام كمان انت طلعت من بيك مو من ايش بيك ايش نزلني؟ ايش نزلني؟ ما اريد اضربه لان حرامات في الدفرة اشتريته. ها يعني شنو واحد لا يا ولد تقعد شلون قتلته؟ دمجت انا شوية. واخيرا راح نفوز بالتحدي شباب هاي اول مرة نفوز مو ايش بيك شوية طينك الله يعني سهل ويانا. تعالي من ترمي ما تعرف صح لو لا؟ طب شنو يا شنو يا شلعب دير بالك تجي تفوق مو من قلت لك انا دير بالك تجي تفوق ويلي بعدين شباب ليش وخرت السكوباني على عرموطي اجتني هلا مودي لك انا شنو راح افوز بالتحدي خمشني اعصابك اعصابك يا بس مش سالفة احتم برم يلا 1-2-3 مهم هلا حبيبي هلا هلا خالد لا تشوفوا كلاسي احترقنا احترقنا شباب عليكم رجعت رجعت مو من فنشني مو من حارقة مو من مو من حارقة ياخذه ولا درب ويلي يلا عيني حضر فلوس مو دمود حضر فلوسك يلا حضر فلوسك شنو انا فزت فيه ايش علي لا شنو واحد المتابعين نتقاسم
قازم بينات. خش بسرعه. تعطيك كول ها هي. شنو شنو لا لا. مالاتك. لا اليا مو من اصبر اصبر مو لك اصبر. منو اكثر عدد كلات؟ دق علي دق علي. اصبر. لا اعطيني. فلوس ما عندي. مو بالطين. انا كنت اكذب عليكم. متابعين شاهدين. اصبر اكثر عدد كلات انا جبت 14 كلت جبت 10 لو 11. بس مني انت. ما انشعلي انت بك. هذول يتعاركون على الكلات ما لي علاقه. فلوس. صرنا نهت لا لا مو لا لا انت بعد واعد ما يصير. طبعا شباب رجعت لي الفلوس كذب راح اعطيهم رسول لان هو اكبر عدد كلات ووجه مؤمن. انا ما علي اعطيتهم الفلوس ووعدت. وصلنا نهاية الفيديو. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون زر اللايك واشتراك وتفعيل زر التنبيهات. واذا رسول طفر ومؤمن راح يلحقه راح تقب عركه. بيش.